طار تحضيرات دائرة صحة نينوى قمنا اليوم بزيارة مستشفى الشفاء للعزل والتي خصصت من قبل دائرة صحة نينوى لعزل الحالات ان شاء الله ابعد الله الضرر عن مدينتنا وعن العراق وعن جميع الانسانية في حال حد حدوث اي اصابة سيتم عزلها في هذه المنطقة في هذه المستشفى زرناه هذا اليوم لوجود لايجاد الحلول لاي مشكلة لاي نقص موجود في داخل المستشفى للعزل. عمل بالإمكانيات المتوفرة إمكانيات نحتاج إمكانيات كبيرة نحن الآن نعمل على توفير الأربع وعشرين سرير أيضا هناك عمل على توفير مكان لإيواء الوافدين في حالة وصول وافدين الموضوع لا يحتاج إلى تهويل إعلامي نعم مرض الكورونا فيروس هو حالة حال أي فيروس آخر لكن يحتاج إلى الوقاية إلى منع قبل الحدوث من هذا المرض العمل مستمر الآن في مستشفى الشفاء لتوفير المكان المناسب وآليات العزل من خلال الجولة اللي قمنا بها الكادر أيضا متعاونين الكادر اتفقنا معهم على كل الإجراءات التي ستصب في تقديم الخدمة الصحيحة ضمن الإمكانيات المتوفرة لنا ولهم ولحلول بعض المشاكل التي كانت موجودة وإن شاء الله ندعو من الله أن يكون الصحة والسلامة للجميع ويبعد الأذى عن المدينة وعن عن المحافظه وعن العراق باكمله. تشرفنا اليوم مستشفى الشفاء للامراض الصدريه والحميات بزياره تفقديه للسيد المعاون الفني الدكتور ياسر والفريق المرافق له للوقوف على احتياجات مستشفانا وكذلك دعم منتسبين والموظفين دعما معنويا وتذليل العقبات ان وجدت داخل المستشفى او من ضمن الاجراءات الاداريه لا يسعني الا ان نشكر الدكتور ياسر والفريق المرافق له لهذه الاهتمام والحرص ولسرعه الاستجابه لكل المتطلبات اللي طلبناها من توفير احتياجات وكذلك القفز على بعض الروتين الممل وتسهيل طلبات مستشفانا ليكون على اهبه الاستعداد لاستقبال الحالات كورونا إن وجدت لا سامح الله وفي الختام نسأل الله العفو والعافية للجميع